السلام عليكم. سميتني عبد الصمد الروغاني. انا من السكنه ديال العنق من القوات المساعده. تنسكنوا تقريبا شي والديا شي 60 عام حنا نسكنوا تما، والحمد لله دابا دفعنا الاستفاده وخرجت لينا وكل شيء مزيان بخير وعلى خير اخويا. الحمد لله عطاونا في السلام تقريبا شي ربع ساعة المول 50 متر. الحمد لله مزيان راضي عليها والحمد لله. وهاد الناس وقفوا معنا، سعد الباشا القايد السيد الوالي الله يستسلم الاستفادة ديالي. الحمد لله على كل شيء. النوتير كيتواجد، يعني ليغاليزاسيون كتواجد، لا بون كتواجد، ليديك كل إدارة وأعوان السلطة مكلفهم السيد الباشا فؤاد والسيد الباشا الصنهاجي والقائد، مكلف أعوان السلطة كل واحد كيقوم بالواجب ديالو، بحيث أنه ما يمكنش يمشي الإنسان يتنقل من الإدارة والإدارة، لا كل شيء عنده هنا. حنا الآن غنمشي إن شاء الله لجنان العرصة، تما فين نزلت على لوطوروت ديال ما بين طماريس والرحمة، ما هي ماشي في الرحمة كومبليتمون، جات فوق الرحمة 3 كيلومتر على طماريس، ميم با يديسكو 12 كيلومتر على السلام عليكم. اول حاجه حنا هنا كنطالبوا بالعيش الكريم، بحالنا بحال كاع المغاربه. حنا عشنا هنا ما يزيد على 60 سنه، ما يزيد على 60 سنه بين ليله وضحاها، اجي خرج سيركري. طالبي ده معروف المشكل ديال الكرا، دابا طالبي ده معروف المشكل ديال الكرا، ما غاديش نلقاوه. واخا نعطيك ما عرفت فين تكري، ما غاديش تلقى الكرا. شي 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 حوايج ما درسوهاش قبل ما يجيو بالمقترح. جيتي بواحد المقترح وهضر مع الناس، شوف الحاله ديال الناس، شوف الناس كي كتعيش، شوف الناس كي كتعيش. غادي تجي عند واحد عنده امكانيات، ما ساكنش هنا، ربما مسك عليه الله، الله يسهل على كل واحد، غايجي دفع دير صافي، دار الاجراءات خرج. كاين اللي خلصوا كاش، واش انت في النظريه ديالك مخزني او ولد مخزني او ارمله غادي تخلص الكاش؟ هادشي راه لا يعقل. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.